اللاعب رقم 12 النهاردة يملك ميزة فريدة جدا، انه مصري كان يمثل مصر في مونديال جنوب افريقيا 2010 عن طريق الفيفا عبر حكاية طويلة. ضيف النهاردة واحد من دارسي الاقتصاد، واتفرج طبعا على اقتصاديات كرة القدم بما تحدثنا عنه من قبل الكثير. ضيف النهاردة الاستاذ حسن قماح. اولا بهنيك بالتخرج من الجامعه الامريكيه، انت قلت لي انك اتخرجت بكالوريوس اقتصاد السنه دي. بالظبط، لسه متخرج بقاليش حوالي 3 شهور، فدي كانت اول تجربه بعد التخرج يعني. اهلا بيك في الحياه العمليه بقى. اهلا وسهلا بحضرتك. طب قول لي بقى، انت رحت كاس العالم ازاي؟ والله انا بحب الكوره، بلعب كوره، متابع دايما اخبار الكوره. السنه اللي فاتت عن طريق الويب سايت بتاع الفيفا لقيت ان في فرصه ان هم طالبين شباب من كل حته في العالم يكونوا دارسين، معاهم مؤهلات، معاهم لغات كويسه، يكونوا اشتركوا في ايفنتس كبيره زي دي قبل كده. فلقيت. طب انت كنت اشتركت في حاجه قبل كده؟ انا اشتركت في كاس العالم للانديه بتاع الهاند بول اللي كان في النادي الاهلي في 2007. انا كنت شغال فيه برضو. لقيت ان كل الريكويرمنتس المطلوبه انا يعني ماشيه معايا، فقدمت عن طريق الويب سايت، عملت الابلكيشن، والموضوع مشي لحد قبل كاس العالم بحوالي 20 يوم. كلموني قالوا لي انت اتقبلت ومحتاجينك في السفاره في جنوب افريقيا هنا في القاهره. لحد قبل 20 يوم بس من انطلاق البطوله. ما هي دي كانت المشكله في مع الـ الشباب اللي تقدموا، ان هم عقبال ما وصلوا للشباب كلهم اللي في كل حته اللي اتقابلوا في العالم كان الموضوع اتاخر شويه. يعني انتوا كان في من كل دوله في العالم في حد؟ مش من كل دوله في حد، هو على حسب الناس المؤهلين. فيعني كان في ناس من ايطاليا، من المانيا، من امريكا، من كل حته يعني، فكانوا طالبين ناس يعني. طب انت يعني كنت عندك امل انك تروح؟ انا بصراحه كان حلم بالنسبه لي يعني، انا كان حلم بالنسبه لي ان انا ابقى في حدث زي ده يعني. انا كنت اتمنى اروح احضر ماتش او حاجه يعني، فان انا ابقى جزء ولو جزء صغير حتى من التنظيم كان حلم بالنسبه لي. قدمت وكان عندي امل لحد شهر واحد، قلت الموضوع كده يعني خلاص يعني بعد يعني، ما يأستش. قلت يعني لو فيها خير ان شاء الله كانت هتجيلي يعني. طب ساعه ما اختاروك بقى يعني، جالك التليفون وقالوا لك تعالى واحنا عايزينك كذا، احساسك كان ايه؟ قول لي بقى. لا هي كانت فرحه، كان اليوم ده كان يوم كبير بالنسبه لي، ان انا جالي المكالمه من السفاره هنا. فطبعا اول ما قالوا لي احنا من سفاره جنوب افريقيا انا عرفت على طول ان الموضوع ان انا اتقبلت يعني. التليفون اللي انا مستنيه جه اهو. حتى كنت برد على التليفونات كلها يعني، فرديت قالوا لي احنا عايزينك في سفاره جنوب افريقيا لان في انترفيو مع اعضاء الفيفا هنا اهو، ولازم تتكلم معاهم لان هم عايزين يشوفوك وكده. رحت السفاره وكان حوالي. كنت انت الوحيد من مصر؟ كنت في كيب تاون، المدينه اللي انا كنت فيها انا الوحيد المصري. كان في مصريين تانيين؟ لا، في المدينه اللي انا كنت فيها ما كنتش فيه، بس ممكن في الاعضاء زي طبعا مستر مصطفى فهمي المنظم الفاينل بتاع الجيم، كان في بلاد تانية. دي صورك انت وانت هناك؟ ده في الملعب، ملعب كيب تاون. انت في كيب تاون المجموعه اللي هي كان يعني شفت او شاركت في تنظيم مباريات ايه بقى؟ هو الحاجة الجميلة اللي عاملينها في كاس العالم ده ان المجموعة ما بتبقاش في بلد واحدة، الفرق كلها بتلف على الملاعب. فانا مثلا كنت شارك في اول ماتش كان فرنسا، اورجواي، ماتش ايطاليا. صورتك مع مين بس؟ كانافارو كابتن فريق ايطاليا. ده كان ماتش ايطاليا، في اول ماتش ليهم مع باراجواي، ده دي روسي طبعا صاحب الجون بتاع ايطاليا. ماتش انجلترا والجزائر كان في ملعب جرين بوينت في كيب تاون. ماتش الكاميرون وهنا ارسن فينجر مدرب الارسنال، هو كان من والمحلل الشهير طبعا اللي كنا بنتابعه. ده الملعب. يعني انت كنت بتنزل جوه الملعب ومحتك باللاعبين شخصيا. بالظبط. انا كان ليا دورين في التنظيم في الماتشات، ان انا بساعد في اللغه لان انا بتكلم اسباني وانجليزي، فبترجم من الصحفيين للعيبه ومن اللعيبه للصحفيين. تاني حاجه بساعد الجمهور في الملعب. برضه الصوره قول لي مع مين. ديابي لاعب فرنسا.
ده كان يعني بعد الماتش في غرفة اللبس بتاع اللعيبة. واللي بعدها ده كابتن عصام الشوالي طبعا المذيع الجميل. كنا فوق. انا حريص انك انت اللي تقول. دي بقى الصورة دي ليها قصة كبيرة، لان الراجل ده كان سجين مع نيلسون مانديلا الزعيم الكبير طبعا. لا خلونا الصورة دي بعدين. هما اعرف الدور الاول من حسن دورين، كان ليك دورين بتشتغلهم بالظبط. دورك الاول كان ايه؟ ترجمة من اسباني انجليزي. اسباني انجليزي وعربي كمان، لان احتاجوا العربي في ماتش الجزائر، لان كان في مشاكل في مع الجمهور ومع الماركتنج التسويق. كان طبعا زي ما حضرتك عارف ان ما ينفعش تعمل اعلانات غير الناس السبونسرز اللي في الملعب، فهم كانوا عشان يقروا العربي اللي في الاعلانات واللي في الحاجه كانوا محتاجين حد بيفهم اللغه. فده كان جزء من الشغل بتاعي اللي هو اللانجوج سبورت، ان انا اساعد في اللغه. تاني حاجه مساعده الجمهور جوه الاستاد، يعني اي حاجه تتعلق بالكراسي بالتذاكر باي خدمات داخل الملعب انا المسؤول عنها. يعني انا ازاي اقدر احل اي مشكله تحصل جوه الاستاد. فدي دول الحاجتين اللي انا كنت مسؤول عنهم في البطوله. يعني التجربه دي بالنسبه لك كانت مثيره او مهمه؟ طبعا تجربه كبيره، احتكاك كبير، ان انا ابقى جزء حتى ولو جزء صغير من تنظيم بطوله زي دي في اول مره تحصل في افريقيا. كان حلم بالنسبه لي، لان كمان انا كان عندي امل ان احنا نقدر نعمل حاجه زي دي. الناس بره في اوروبا في امريكا كانوا شايفين ان افريقيا ما نقدرش ننظم حدث زي ده، بس احنا اعتقد ان احنا اثبتنا لهم ان احنا انت بتتكلم احنا باعتزاز انك افريقي. بالظبط، انا بتكلم ان انا افريقي، يعني انا هناك افريقي. حتى الناس لما كانت بتسال بس انت مش شكلك افريقي، قلنا لهم قلت لهم بس احنا عندنا كل الالوان في مصر وفي افريقيا يعني. فكان حدث كبير جدا ان انا اتعرف على ناس خبرات من كل حته في العالم. ده كان انت قعدت كام يوم حسن؟ حوالي 25 يوم. 25 يوم. كنت زعلان بقى يوم ما انت كنت جاي؟ طبعا ما كنتش عايز ارجع، لان انا رجعت قبل النهائي، لان كيب تاون الماتشات كانت خلصت فيها. النهائي اتلعب في جوهانسبرج، ما كانش انا ينفع اشتغل هناك يعني، لان انا خلصت الفتره بتاعتي. فطبعا كان من الايام اللي مش يعني انت رجعت اتفرجت على قبل النهائي والنهائي قدام التلفزيون. كنت حاسس بقى بفراغ؟ كنت حاسس فراغ رهيب، لان اتعرفت على ناس راحت جوهانسبرج بيبعتوا لي، قالوا لي احنا في الملعب، بيبعتوا لي صور على الهواء من الملعب. انا قاعد بتفرج في التلفزيون، كان احساس واضح انك رجعت بثروه من الصور. لا رجع. بس في صوره انت وقفت عندها قلت لي ان دي واحد كان يعني سجين مع الزعيم الكبير نيلسون مانديلا. هو ده رئيس السجن اللي كان مسجون فيه نيلسون مانديلا، دلوقتي بقى الرئيس بتاعه، لان هو دلوقتي بقى متحف السجن ده. قعدنا معاه، كان الفيفا منظمه لنا زي رحله للسجن روبن ايلاند اللي كان محبوس فيها نيلسون مانديلا. اللي هو ده. ده رئيس السجن هناك. قعد يحكي لي بقى ازاي ان نيلسون مانديلا كان بيتعامل مع الناس، ازاي ان هو كان حلمه ان هو يوحد الدولة دي، يخليها ما فيش فرق بين السود والبيض. ازاي ان هم كانوا بيقصصوا لهم الجرايد قبل ما تخش السجن، عشان ممنوع يقروا في السياسة، ممنوع يقروا في الحاجات اللي ممكن تعمل مشاكل في السجن. فليه قصص كبيرة جدا معايا يعني. انت بتحس انك استفدت مثلا، انت دارس اقتصاد وطبعا كنت بتتفرج على الاقتصاد اللي بيجري من عملية، يعني عملية التنظيم، اللاعبين، المدربين، الانفاق الهائل، السياحة، تنشيط، حاجات كتيرة جدا في الاقتصاد. افادتك في دراستك؟ فادتني كحاجة عملية يعني. بدأت بدل ما انا بدرس طول عمري نظري، بدأت اشوف ده بيتطبق ازاي. بدأت اشوف ان حوالي جه 3 مليون مشجع اجنبي لجنوب افريقيا، ازاي ده انعش الاقتصاد بتاعهم، ازاي المشروعات اللي عملوها علشان يجذبوا بطوله زي دي، المشروعات دي ازاي فعلا جابت لهم عائد في الاخر، جابت لهم ازاي ان هم جابوا ناس من كل حته في العالم، ازاي البنيه التحتيه غيروها. يعني في كان تنظيم كبير جدا هناك، طبعا عاد عليهم اقتصاديا عائد كبير يعني. انت كنت حاسس بالاعتزاز وانت بتشارك باسم مصر؟ في ناس سالتك بقى عن مصر، مصر ما جاتش ليه كاس العالم، حاجات زي كده ولا؟ ناس كتير، لان البادج بتاعي، البادج اللي بيسلموه الفيفا بيبقى عليه اسم البلد. فانا كنت مبسوط جدا من الموضوع ده، لان كان مكتوب ايجيبت على البادج بتاعي.
الناس كانت بتسالني احنا زعلانين الجنوب الشعب الافريقي جنوب افريقيا كانوا زعلانين ان منتخب مصر مش هناك، يقولوا لي ازاي ان انتوا واخدين اخر ثلاث بطولات وافريقيا ازاي انتوا مش موجودين. فطبعا كان سؤال ردي ان انا يعني انا موجود، انا هنا اهو، انا مبسوط ان انا هنا، فخور ان انا مصري موجود في حاجه تنظيم زي ده. فكنت طبعا متضايق ان انا فرقتي مش موجوده، لان طبعا زي ما حضرتك عارف الناس كلها اللي بتشتغل معايا كانوا كل يوم، لان هم من دول مختلفه، كل يوم يروحوا يشجعوا فرقتهم في ماتش ليهم يعني. انا الوحيد اللي ما كنتش بروح اشجع المنتخب مش بتاعنا. الوحيد اكيد في ناس من دول تانية يعني كانوا موجودين يعني قصدي بالظبط يعني، بس ان انا فرقتنا ما تبقاش هناك كان طبعا حاجه مش محليه الموضوع اكتر يعني. طب قابلت المهندس هاني ابو ريده؟ ما هو واحد من ال 24 اللي بيديروا الامبراطوريه العظيمه دي. لا انا بصراحه ما قابلتوش هناك، لان اعتقد ان هو المقر بتاعه في جوهانسبرج الملعب الرئيسي. لكن انا اتكلمت مع مستر مصطفى فهمي، اتكلمت معاه على التليفون، راجل محترم جدا، حتى هو اللي كلمني يعني، انا بعت له مسج وهو كلمني. وطبعا باركت له على التنظيم الفاينل الجميل ده، ببارك له تاني، وحاجه شرف لينا بصراحه ان واحد مصري يمسك تنظيم الفاينل. طب في حد من المسؤولين عندنا في مصر بقى بعد ما رجعت اتصل بيك قال لك تعالى اكتب لنا ورقه عن استفدت ايه، ملاحظاتك؟ مفيش؟ لا بصراحة ما فيش يعني. محدش؟ لا لان اعتقد ما حدش يعرف ان يعني ان انا كنت هناك يعني. ولا اتحاد كرة القدم اي حد فيهم؟ لا دي مش غريبة بالنسبة لك؟ هو يعني دي الحاجة فعلا اللي احنا اعتقد يعني ناقصانا في مصر، ان احنا نبتدي يعني ننظم العملية الرياضية، لان هناك الناس ان انا بسالهم يعني، انا كان عندي بحب اعرف الناس دارسه ايه هناك يعني، الناس المنظمين في الفيفا الكبار يعني، فكنت دايما اسال السؤال ده، يقولوا لي احنا دارسين سبورتس مانجمنت او ايفنت مانجمنت، اللي هو يعني رياضه يعني سبورتس مانجمنت، ان هم بيدرسوا الرياضه، بيدرسوا ازاي المجال ده ممكن يعني، ده بيدرس دلوقتي. فدي اعتقد الحاجه الدراسه دي هي اللي ناقصنا هنا يعني، ان احنا نعملها. فدي حاجه ان شاء الله انا ناوي اعملها يعني، ان انا اتوغل في الموضوع يعني. ناوي تدرس؟ ناوي ادرس الموضوع، ناوي. حتى انا اتكلمت مع هناك حد، المدير بتاعي هو كان من سويسرا، هم مستعينين بيه هناك ان هم يدوا لهم افكار جديده يمسك الموضوع، فاداني اسماء جامعات كويسه بره ان انا اقدر ادرس سبورتس مانجمنت، بحيث ان انا اعرف الموضوع من يعني من صوره بروفيشنال شويه كعلم يعني. بالظبط، فان شاء الله تبقى حاجه كويسه يعني. يعني اقدر اقول ان انا قاعد مع مشروع قياده كبيره في الرياضه مش في الكوره بس، ولا انت؟ يا رب ان شاء الله، لان الكوره هي جزء من الرياضه. فيعني حتى مش المنظمين هناك هم مش كرويين يعني، مش لعيبه كوره، مش ناس ليهم خبره في الكوره اكتر ما هم ليهم خبره في الرياضه عامه، لان طبعا الكوره جزء من الرياضه يعني. فان شاء الله ان انا اقدر ادرس الموضوع ده، واقدر ان شاء الله ان انا اعمل حاجه هنا باذن الله. حسن، انا يعني سعيد جدا انك معايا النهارده وبشكرك، بس لك اعتذار مني بان الوقت المتاح اقل بكثير جدا مما كان يجب ان تحصل عليه واتكلم معاك فيه، لكن على الاقل يعني ما يشفع علينا ان احنا قلنا الاستاذ حسن قماح او القماح مش كده؟ القماح. القماح، استاذ حسن القماح، يا ريت اخواننا المسؤولين في اتحاد الكوره حد منهم يقول يا استاذ حسن تعالى قول لنا انتوا عملتوا ايه وشفت ايه وتبني عليه، واذا ما فكرتوش تتصلوا بيه هو رايح يدرس وجاي لكم ان شاء الله رئيس اتحاد كوره او اكثر من ذلك للمستقبل اللي احنا بننشده وبنتمناه. انا بشكرك جدا وبتمنى لك كل التوفيق. انا سعيد جدا كنت معاك النهارده في قناه كبيره زي قناه النادي الاهلي، طبعا النادي الاهلي نادي كبير انا بحبه جدا. كنت مبسوط ان انا قدرت ان انا اقول لحضرتك عن جزء من الموضوع، طبعا هو في كلام كتير جوه التنظيم او كده، بس ان شاء الله في حلقات جايه. وميرسي جدا لحضرتك، وان شاء الله اتمنى ان كل الميديا تهتم بيك ويقدموا تجربتك. وعنوان بيتنا دايما بنقولها زي ما كان، مش ممكن تنسوا العنوان. We'll be right back.